هنا الكرة موجودة إلى الأمام، محاولة في مكان، قد يأتي هدف ثالث في المباراة، وكرة الله 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 على هدف ثالث يسجل حميد أحمد، ثلاثة أهداف كاملة يا والتر زينجا خلال يعني 18 دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني. يصنع يسجل الآن حميد أحمد إذا ضرب نعم في اللقطة الماضية بالنسبة لخط الدفاعات لنادي دبي، وبالتالي الهدف كان واضح تماما لحميد أحمد اللي متجه باتجاه جمال عبد الله يسجل هدف ثالث للعميد النصراوي، يرفع من خلاله حصته في شوط المباراة الثالث، وتصعب الأمور أكثر فأكثر على نادي دبي.